يمكن أن تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل الإعلانات على تطبيقكم. سوف نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيق زوفونت، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق سوفونت فيظهر على هذا الشكل، وإنما تجدونه هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم سوفونت. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة.